بسم الله الرحمن الرحيم، على بركة الله تعالى. مشاهدينا الأعزاء، مستمعينا في كل مكان، أحييكم أجمل التحايا. سلام من الله عليكم ورحمة الله وبركاته. ها هي انطلاقة سادس أشواط هذا المساء للحقائق. القعدان مسافته المحددة 3 كيلومترات، ونتمنى لجميع الأخوة المشاركين التوفيق والنجاح والمزيد من التقدم. إذن المشاهد يشاهد والمتابع يتابع عبر هذه الأرضية وهذا الميدان، ميدان الشهيد الشيخ فهد الأحمد الجابر الصباح رحمه الله وطيب الله ثراه وأسكنه فسيح جناته. نحن بمقدمة الشوط، هنالك أول المراكز الحسيني تعود بوكيتا لحسين بن عزيز المطيري، المركز الثاني وراء تدخل مطرب وتعود بوكيتا لهجن الأبرك، بينما نقلع المركز الثالث الذي يليه مباشرة وصول جبار تعود بوكيتا لمحمد بن صالح الحيمر المري الذي يصل في ثالث المراكز. المركز الرابع النشمي تعود بوكيتا المقبل بن محمد العرجاني، خامسا من يأتينا بهذه اللحظات البلش تعود بوكيتا لفهد بن عويضة العجمي يصل في خامس المراكز. المركز السادس عبد الله بن شويبي الهاجري من يصل بهذه اللحظات، بينما أراد تدخل عديم الشويبي بن ناصر الهاجري هو من يصل بهذه اللحظات، والجموع التي تصل بهذه اللحظات نواف بن عدنان الشطي مبهج، وأيضا أرى شعار الخميس بن شبيب الرزان من يصل أيضا على ظهر يسلم. لكن أعود وأكتفي بهذا القدر من المشاركين، لكن أعود هباش 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 في مقدمة الشوطة نايف بن عزيز المطيري. يا سلام يا المطيري، الله حسين بن عزيز المطير، يا سلام يا حمران النواظر، يا سلام. المركز الثاني هنالك التدخل بينما الذي يتدخل بهذه اللحظات هو من يغير على الشوطة، اللي غير على الشوطة جبار تعود بوكيتا، جبار تعود بوكيتا لمحمد بن صالح الحيمر المري من يتدخل ويحتل المركز الاول. يا سلام، الله 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 الله، ارى المعركه بدات بالانطلاقه، ومن سوف يقوم بالصداره. هنالك الكيلو الاخير هنالك اول المراكز وبلش تعود بوكيتا لفهد بن عويضه العجمي. يا سلام الله، بينما المركز الثاني معالج ناصر بن مطر الفضلي راعي شوط هو من يغير على المركز الاول. يا سلام يا سلام يا سلام، ولكن المركز الثالث جبار لمحمد بن صالح الحيمر المري، ارى عايد الناور الظفيري متعب. يا سلام، وخامسا يسلم لخميس الرمزاني من يصل بهذه اللحظات. اعود مع مقدمة الشوطة اول المراكز. يا سلام، معالج وصفة طبية. يا سلام يا سلام، اكتب لك اياها ووقع لك اياها بنهاية الشوطة اللي خليت المركز. يا سلام يا سلام، الله الله الله، معالج تعود بوكيتا هو ناصب مطر الفضلي في اول المراكز. ياكر فهد بن عويضة، فهد بن عويضة، يا بعويضة يا بعويضة. يا سلام، ابلش الجميع، يا المبلش ابلش الجميع، يا معالج يا سعالج، ولكن يا هل سرى يا هل سرى، معالج مبلش معالج مبلش ولا معالج مبلش ولا معالج. الله الله الله، اللحظات الاخيرة. يا هل سرى، يا مشاهد يا مستمع، افرق لي يا جماعة، من تتوقع هناك معالج ولا مبلش؟ معالج مبلش معالج مبلش معالج مبلش معالج ولا مبلش؟ يا سلام، معالج فعلي ناصر مطر الفضلي ثانينا، المركز الثاني فهد عويضة، المركز الثالث عايد مناور، المركز الرابع محمد صالح المري، وخامسا خميس الرمثان. اذا تهانينا والناموس السيد ناصر بن مطر الفضلي للحصول على المركز الاول ايضا، وشكرا لفهد العويض على العرض الطيب والممتاز في ثاني المراكز، وتعانينا والناموس السيد ناصر بن مطر الفضلي على حصوله في المركز الاول والناموس.